كراسي خضار ومطر عندك فوق rain all the time. Beautiful view, huh? فصل الربيع هنا ونشوف النحل هني راح تعرف جميل النحل هذه بدأ فصل الربيع عندنا يا سلام. هذا فصل الربيع في ملبن. حلو، أشجار جميلة جدا، هذه يمكن أول مرة أشوف الشجرة هذه، جميلة جدا أمانة. رائعة جدا. فصل الربيع في شهر إن شاء الله باقي أسبوع واحد ويدخل علينا الربيع، والحين حتى الحين اللي مو شايف زهرة مانوكا هذه قدامه، هذه زهرة المانوكا. شوف محلاتها تطلع عندنا، فصل الربيع بدأ عندنا. هذه شجرة المانوكة حول البيوت زارعينها، شوف هذه هي. الحين يجيك النحل هني بعد اسبوع اسبوعين لا تلاقيه بني هني كثرة، يعني ما شاء الله والله حلوة. منظر جميل. هذه المانوكة. المانوكة هو ليس نوع من نوع العسل، المانوكة هي زهرة، هذه نبتة بهذا الشكل الجميل. المخلوق الرائع صراحة يعني على طول هالبيت هذا زارع عنده، ظاهر يحب العسل هذا. جميل جميل. ما شاء الله بدأ الربيع وشوف العسل، شوف النحل. سلام سلام. 9/10 أكتوبر 11 فصل الربيع في أستراليا. طبعا بعكس الوطن العربي يكون عندك أنت خريف. شوف شوف طريقة النحل. جميل جميل. ليش نزعجها النحل؟ حباي ندلعك ندلعك. السلام. الله منظر. جنب جنب سبحان الله. فوائد العسل. شوف الربيع، شوف الربيع شلاته. بدا الربيع هني بداية شهر 9، احنا 28 9/2020. شوف النحل يا سلام. طبيعي هني ما في غش، والله ما يغشون. يا سلام. هل شوف النحل صراحة رائع. يمك هني حواليك، يم السوق هني. هذا اسمه سوق بلازا فرونتري جاري، فرونتري جاري يسمونها. شوف النحل، حلوة الحركة هذه صراحة. حلوة الشجرة. يمك هني بالسوق، يمك سيارات هني، يمك سوق.
النحل حواليك، ايش تبي بعد؟ تعال شوف تاكل عسل طبيعي، ما في غشني، ما يحط لك سكر نفس ما عندنا، ما في، عط لك زهر هني بروح اجيك. سلام. وبعد ما يقرص نشوفها. صراحة منظر جميل. شوف ركز على النحلة بس. عجيب عجيب، جميل صراحة جميل. هذه المنطقة اسمها فرنتيغري. حلوة المنطقة. شير عندك محطة قطار بلازا، هني وايد محلات هني. نفس طبعا السوق صغير يسمونه بلازا، إذا كبير يسمونه مول هني، الصغير يسمونه بلازا. فرنتيغري بلازا، وهذا النحل حواليك، ايش تبي بعد؟ جميل صراحة، منظر جميل. هذا هو النحل عندك هني. زين عندنا وشين حوالينا يا حش حالاتك بعد. شوفه شوفه يغذيك ويعطيك نحل طبيعي، يعطيك عسل طبيعي. طبعا هذه زهرة لها اسم، كل زهرة لها اسم، فهني اغلبهم على حسب النحلة يسمون العسل، على حسب الزهرة يسمون العسل هني. سبحان الله جميل يا حلوك. جميل هالطواحين هذه في استراليا. شوف البلد ذكية، تستغل حتى بالرياح، اسمحوني على الهواء، تستغل الطاقة الهوائية يعني طاقة الرياح. شوف يشغلونها، شوف لاحظ على امتداد البصر، والجو طبيعي هني. جميل شوف، جميل صراحة. شوف هذا قريب عندي، جميل. هذه شغل مضبوط، هذا اللي يفكر، هذا اللي يشتغل صح. وقت الغروب وشوف الألوان ما شاء الله. معرفكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.